الرئيس السيسي يستقبل رئيس شركة لورسن الألمانية العالمية للصناعات البحرية. الرئيس عبد الفتاح السيسي يبحث الاستفادة من خبرات مجموعة شركة دونيل البلجيكية في مجالات الأعمال البحرية المتعددة. الصحة العالمية تحذر من تأثيرات كورونا على الصحة النفسية والعقلية على المدى الطويل. السادسة مساء الرابعة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من إكسترا نيوز في القاهرة. أنا أحمد بشتو ومعي زميلتي ندى رضا، والبداية معك ندى. شكرا لك أحمد، أهلا بك. أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتر لورسن مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعات شركات لورسن الألمانية العالمية للصناعات البحرية، حيث جرى التباحث حول تطوير منظومة الصناعات البحرية والخطط الخاصة بالتطوير التكنولوجي الذي والتي تحتاجها هذه الصناعة الاستراتيجية. وخلال اجتماعه مع جان دونيل مالك ومدير مجموعة شركات دونيل البلجيكية للأعمال والهندسة البحرية والتكريك، بحث الرئيس السيسي أوجه الاستفادة من الخبرات العريقة لدى المجموعة في مجالات الأعمال البحرية المتعددة بالبحرين المتوسط والأحمر. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد بيتر لارسن مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعات شركات لارسن الألمانية العالمية للصناعات البحرية، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية واللواء محمد شلبي رئيس شعبة التسليح البحري والعقيد محمد المخزنجي من قيادة القوات البحرية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول التباحث حول تطوير منظومة الصناعات البحرية والخطط الخاصة بالتطوير التكنولوجي التي تحتاجها هذه الصناعة الاستراتيجية، وذلك في إطار ما توليه الدولة من اهتمام بالغ للارتقاء بجميع مناحي العمل في مجال الصناعة البحرية وبناء السفن والوصول به إلى أعلى التكنولوجيات الحديثة، وما يتطلبه ذلك كله من تطوير شامل في تدريب وتأهيل القوى البشرية من المهندسين والفنيين. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد جان دونيل مالك ومدير مجموعة شركات دونيل البلجيكية للأعمال والهندسة البحرية والتكريك، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية واللواء محمد فكري مساعد قائد القوات البحرية للشؤون الهندسية واللواء أشرف العسال رئيس شعبة المساحة البحرية والعقيد محمد المخزنجي من قيادة القوات البحرية والدكتور حسن أبو سعدة المستشار الهندسي لقيادة القوات البحرية. الاجتماع تناول التباحث حول أوجه الاستفادة من الخبرات العريقة لدى مجموعة شركات دونيل البلجيكية في مجالات الأعمال البحرية المتعددة بالبحرين المتوسط والأحمر، إلى جانب الفرص الواعدة التي تمتلكها مصر في هذا المجال وأسلوب تحقيقها في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء جولة بالدراجة، ويظهر الفيديو حوارا بين الرئيس السيسي وأحد المواطنين حول أحواله المعيشية والحياتية، حيث أشار الرئيس السيسي خلال حواره إلى ضرورة العمل لمواجهة ظروف الحياة. لازم نعمل حاجة بصرف على رئيس.
جبتها لحد. جبتها لحد؟ لا وقفت. ايوه يعني شغاله برضه. يعني بتاعتك لسه. يا ولد. اه خليك دوري يا رب. المنافع دول انا عارفهم كويس. الناس بتوع عشمون دول. عارفهم كويس جدا. بص يا عيني. يعني انت عايز ايه؟ انت لسه صغير. اه صغير. لا صحيح. خالص. برضه عايز ايه يعني. ليش ما خلاص انت في شهر 4 مش داخل 21/4؟ يعني 22/4 السنه الجايه وعليك خير ان شاء الله وعليك خير تكون خلصت صح كده؟ طيب في مكان كويس هناك عندك؟ بكام؟ بكام ايجار؟ بكام اي حاجه بقى؟ انت مؤجر دي انت فيها؟ اه ايجار. بكام الايجار؟ طب والشارع الرئيسي بكام؟ الشارع الرئيسي ب 3000 في الشهر. 3000 في الشهر وتجيب كام؟ تجيب كام؟ تجيب كام؟ تجيب كام مكسب؟ اه يعني والله ما شاء الله الشارع عندك عامل 2000 والله. لا مكان كبير. اه مكان كبير بس طبعا الناس اللي في الاقوياء لما التخطيط صغير يكبر. يعني هو مش حاجه اسمها الكلام اللي انت بتقول عليه ده ازعل منك. لو قلت له يا فندم الكبير بقى الكبير ما فيش حد يصغر. هو يديله. هقول لك ازاي؟ هقول لك ازاي؟ هقول لك ازاي؟ اطحن نفسي ما باكلش وما نمش ولا حد يغلبني ابدا. مش هو العيل العيل اللي جاي اكل وشرب ولا حاجه على بعضها تعليم واكل وشرب وتواصل عشان يطلع متربي كويس وتربية كويس وكده. ازاي اقدر اعمل ده وانا مشغول في شغلي والام طبعا بتعمل شغل البيت كده؟ تقدر توفر ده ازاي؟ انا مش بقولك تجيب او ما تجيبش يا ابني، بس عشان انت ما تقولش الظروف صعبه. ما تقولش ايه؟ الظروف صعبه. الظروف صعبه. ايه رايك لو نشيل يمشي معايا ولا امشي معاك يا فندم ولا لا لا صح ان شاء الله. ما هتبقى الجايزه بقى المحل كويس. يا فندم انت حضرتك تسلمك على حضرتك. ربنا يخليك يا فندم. الله يخليك يا فندم. تسلمني على والدك كتير. بيوصل سلام. بيوصلوا في الطيبين. بيوصل سلام يا فندم. هم هياخدوا البيانات بتاعتك. وصلت طيب يا عيد. انت طيب يا فندم. سلام عليكم. سلام عليكم. بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة بمناسبة ذكرى مرور 69 عاما على ثورة 23 من يوليو المجيدة. وقال بوتين في البرقية التي نشرتها سفارة روسيا بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن روسيا تثمن عاليا العلاقات مع مصر والتي تتطور بروح الشراكة الاستراتيجية، معربا عن ثقته في مواصلة بناء حوار بناء والتعاون في كافة المجالات لتعزيز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
هنأ الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات الدولة وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى 69 لثورة 23 من يوليو. وفي بيان له قال بطريرك الكاثوليك إنه يطلب من الله أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل الشعب المصري، داعيا الله بأن يحفظ مصر وشعبها العظيم. وجه رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد رسالة طمأنة إلى شعبي مصر والسودان بشأن سد النهضة، وشدد في رسالته على أن الملء الثاني أو الملء الثاني لن يضر مصر والسودان، موضحا أن إثيوبيا قامت بالملء الثاني بطريقة حذرة أثناء موسم الأمطار، وأضاف أن الملء لن يؤدي إلى ضرر لكل بلداننا وسيظل السد رمزا حقيقيا للتعاون المشترك. يأتي هذا بينما أكدت الخارجية الإثيوبية أنها أبلغت مصر والسودان بعملية الملء الثاني في إطار تبادل المعلومات، مؤكدة أن سد النهضة سيفيد دول المصب وأنهم ملتزمون بعدم إلحاق الضرر بأحد. واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في تأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك. ليستمتع المصريون بأجواء احتفالية تحت مظلة من الأمن، تواصل وزارة الداخلية تنفيذ خططها الأمنية لتأمين تلك الاحتفالات. فقد قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بنشر خدماتها الأمنية بمحطات مترو الأنفاق وداخل عرباته لتحقيق السيطرة الأمنية ورصد المخالفات والتعامل معها وضبط أي خروج عن القانون، مع متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية الخاصة بارتداء الكمامات الواقية لمستخدمي تلك الوسيلة في التنقل. كما كثفت الإدارة من خدماتها الأمنية بمداخل ومخارج محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة وداخل القطارات، خاصة مع ازدياد استخدامها خلال فترة العيد لتأمين هذا المرفق الحيوي، كما تقوم بشن حملات أمنية باستمرار لضبط كافة المخالفات والتعامل الفوري مع أي خروج عن القانون. امتدت الخطط الأمنية إلى صفحة نهر النيل الخالد، حيث نشرت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات خدماتها الأمنية بطول مجرى النهر لمتابعة تنفيذ العائمات النيلية ومراكب النزهة لكافة الاشتراطات البيئية واشتراطات الأمان، مستعينة بما تملكه من لانشات وأجهزة متطورة لأداء مهمتها في عمليات التمشيط ومتابعة الالتزام بكافة الإجراءات والحملات الأمنية المتنوعة. ويأتي تنفيذ أجهزة وزارة الداخلية للخطط الأمنية الموضوعة خلال فترة عيد الأضحى المبارك لتوفير أجواء أمنية ملائمة يستطيع من خلالها المواطنون الاحتفال بالعيد في أي مكان مع الالتزام بالإجراءات الوقائية. احتلت مصر المرتبة الرابعة بين أكبر 50 اقتصادا على مستوى العالم في مؤشر عودة الحياة الطبيعية الجديد، والذي أطلقته مجلة الإيكونومست الدولية ليرصد عودة الحياة إلى طبيعتها في بلدان العالم بعد الآثار السلبية والتي خلفتها جائحة كورونا. يعكس مجيء مصر في المرتبة الرابعة المرونة التي تعاملت بها الدولة مع جائحة كورونا وقدرتها على الصمود في مواجهة الأزمة من خلال الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. ويغطي المؤشر الجديد 50 من أكبر اقتصاديات العالم، تمثل 90% من الناتج المحلي العالمي و76% من السكان. يتكون مؤشر الإيكونومست من 8 مؤشرات فرعية مقسمة إلى 3 مجموعات، الأولى مجموعة النقل والسفر ومجموعة الترفيه ومجموعة مبيعات التجزئة والعمل.
وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور أحمد سمير زكريا، المستشار الاقتصادي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. دكتور أحمد، في البداية برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز. احتلال والوصول إلى المرتبة الرابعة لابد وكان مر بعدة مراحل لأن نصل إلى هذه المرتبة. من وجهة نظر حضرتك وبشكل اقتصادي، أيها أو أي مرحلة كانت هي الأكثر تأثيراً؟ بعد التحية لحضرتك ولكل المشاهدين، طبعاً التقرير الصادر من مجلة الإيكونومست الاقتصادية العالمية واستحداثها لمؤشر جديد يتعلق بعودة الحياة لطبيعتها بعد جائحة كورونا، شمل 50% من أكبر اقتصاديات العالم، 90% من سكان العالم، 76% من سكان العالم، و70% من الناتج المحلي العالمي الإجمالي. وده مؤشر هام جداً لما يعكسه من قوة الاقتصاديات الموجودة ضمن هذا المؤشر. مصر تحتل المركز الرابع في هذا المؤشر، والمؤشر شمل زي ما حضرتك ذكرتي ثلاث مجموعات خاصة بالنقل والسفر والترفيه ومبيعات التجزئة والعمل. دي كانت بتشمل 8 مؤشرات فرعية. المؤشر دوت كان خاص بيهم، لأن المؤشر ده كان بيعكس مبيعات التجزئة والوقت اللي بنقضيه الناس في بيوتها وخروجهم من البيوت، حركة المواصلات والترافيك في الشوارع، استخدامات المكاتب والشركات وعودة العاملين إلى مكاتبهم، والأنشطة الرياضية والأنشطة الترفيهية زي السينمات والأنشطة الرياضية. المؤشر ده عكس بشكل قوي جدا وضع مصر وعودتها بشكل كبير جدا للحياة الطبيعية بعد جائحة كورونا. العودة دي ناتجة من إجراءات اتخذتها الدولة المصرية على المستوى الاقتصادي بشكل هام جدا في دعم القطاعات الأكثر تأثرا زي قطاع السياحة وقطاع الطيران والعديد من القطاعات الأخرى والعمالة غير المنتظمة. مصر عملت بشكل قوي جدا على دعم هذه القطاعات، إلى جانب مرونة الاقتصاد المصري اللي كان العامل الأساسي فيها هو الإصلاح الاقتصادي في 2016 الذي أعطى مرونة كبيرة جدا للاقتصاد المصري لمواجهة المشكلات الطارئة زي جائحة كورونا، وهي جائحة طارئة ومفاجئة. المرونة في الاقتصاد المصري أعطتنا قدرة كبيرة جدا على وجود توافر احتياطي نقدي أجنبي تم استغلاله بشكل أمثل، كنا وصلنا ل 45 مليار دولار استخدمنا منهم جزء كبير جدا ونزلنا ل 36 مليار دولار، تعافينا مرة أخرى ورجعنا لتخطي مستوى ال 40 مليار دولار. لكن استخدام هذه الأموال في دعم القطاعات واستمرار الدولة المصرية. طيب دكتور أحمد، يعني هذه المعادلة يعني دوران عجلة الاقتصاد مع أيضا الحفاظ على حياة المواطنين لم تكن بالمعادلة سهلة في مختلف بلدان العالم، ليس في مصر فحسب. تحقيق هذه النتائج الإيجابية المتعلقة بالتصدي والصمود أمام هذه الجائحة لابد أن يكون هنالك نجاحات أيضا سيتم البناء عليها فيما بعد. طبعا زي ما حضرتك شرحتي، الجائحة كانت مفاجئة وأثرت على اقتصاديات دول العالم بشكل كبير جدا، اقتصاديات دول العالم أكبر مننا على المستوى الاقتصادي. لكن مصر انتهجت أسلوب مدروس وتخطيط مدروس. مصر استمرت في خطتها التوسعية في المشروعات، خطتها الاستثمارية، كنا بنشاهد في عز أزمة كورونا استمرار المشروعات اللي خاصة بالبنية التحتية، استمرار المشروعات الخاصة بالمجالات العديدة في الزراعة والصناعة والخدمات. مصر لم تتوقف في خطتها التوسعيه في الاصلاح الاقتصادي، بل ركزت بشكل كبير جدا على معالجه القصور اللي قد يحدث نتيجه ازمه كورونا. القطاع الصحي في مصر خد دعم كبير جدا لمواجهه الازمه بشكل كبير، ونجح القطاع الصحي بشكل مرضي للجميع في مواجهه الازمه بشكل مرضي للجميع. القطاعات اللي تاثرت ايضا، قطاع السياحه اخذ دعم كبير من الدوله ووضع خطط لكيفيه عوده السياح، والنهارده في خطط لعوده السياحه الروسيه الى مصر من جديد، واستمرار عوده الدول الاخرى في قطاع السياحه. قطاعات الطيران وقطاعات العماله غير المنتظمه واعطاء منحه للعماله غير المنتظمه، كل ده ساهم بشكل كبير جدا ان خطه الدوله المصريه تكون كيفيه اصلاح الخلل الذي قد يحدث نتيجه ازمه كورونا. نعم، دكتور احمد سمير زكريا المستشار في المركز الاقتصادي لمركز مصر للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجيه، انا بشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه الايضاحات. ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، تم ويجري تنفيذ 45 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي بالحدر والريف لخدمة أهالي محافظة المنيا، وتم ويجري تنفيذ 9 مشروعات لمياه الشرب في محافظة المنيا من أجل تحسين الخدمة
ويجري أيضا الإعداد لتنفيذ عدد آخر من مشروعات مياه الشرب، كما تم الانتهاء من تنفيذ 5 محطات لمعالجة الصرف الصحي، كما تم ويجري تنفيذ 31 مشروعا للصرف الصحي في الحضر والمناطق الريفية، بخلاف العديد من المشروعات الجاري تنفيذها لتوصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق الريفية في محافظة المنيا. حققت مصر مع إدراج الأمم المتحدة لبرنامج تنمية الصعيد بمنصة أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة، قصة نجاح للدولة المصرية مع الدعم المستمر من الرئيس السيسي لإقامة نموذج للتنمية المتكاملة بمحافظة الصعيد. يتم تمويل البرنامج بمبلغ نحو 1 مليار دولار للارتقاء بمستوى وجودة البنية التحتية وتحسين حياة المواطنين. قصة نجاح سطرتها الدولة المصرية من خلال استراتيجيتها الرامية لتنمية الصعيد، تلك الاستراتيجية التي ترجمتها الحكومة في سياق برنامج لاقى إشادة الأمم المتحدة التي أدرجته ضمن منصة أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة، ما يعد اعترافاً بنجاح تجربة مصرية خالصة وإشادة بما تقوم به الحكومة لإحداث تغيير شامل في الوضع التنموي ودفع عجلة التنمية والاقتصاد في صعيد مصر. سوهاج وقنا شهدت ضربة البداية لتنفيذ البرنامج الذي بدأت أولى مراحله عام 2018 ويتم تمويله من الحكومة المصرية والبنك الدولي بحوالي 1 مليار دولار، ويعد الهدف الرئيسي للبرنامج هو الارتقاء بمستوى وجودة البنية التحتية وتحسين تقديم الخدمات للمواطنين، إذ بلغ إجمالي المشروعات التي تم تمويلها بالمرحلة الأولى حوالي 3589 مشروعاً في المحافظتين بتكلفة إجمالية قرابة 9.5 مليار جنيه، كما استفاد أكثر من 5 مليون مواطن من تدخلات البرنامج وما يزيد عن 3300 مؤسسة. وساهمت المشروعات التي قام البرنامج بتنفيذها بالمحافظتين في توفير إجمالي عدد 206 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، نموذج تنموي جديد وضعته الدولة المصرية الهدف منه توفير حياة كريمة لأبنائها لا سيما في الصعيد، من خلال إقامة نموذج متكامل قائم على اللامركزية وقابل للتعميم في باقي محافظات الصعيد. نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين ببالغ الحزن والأسى الإذاعي القدير الراحل كامل البيطار الذي رحل عن عالمنا اليوم، تاركا إرثا من الأعمال الإذاعية المتميزة التي تعد بصمة وعلامة مميزة في تاريخ الإذاعة المصرية. وقال زين: إن الراحل يعد من جيل عمالقة ورواد العمل الإعلامي، قدم خلال مشواره الإعلامي العديد من الإبداعات التي ستظل محفورة في عقلي ووجدان مستمعي وعشاق الإذاعة المصرية. وقدم الراحل العديد من البرامج عبر الإذاعة، منها ليالي الشرق والرياضة العربية في أسبوع، كما نقل رسائل إذاعية من السويس خلال معارك 6 أكتوبر في عام 1973.
رحم الله الراحل الكريم. إذن إلى فاصل قصير نواصل بعده هذه النشرة، فكونوا معنا. هذا البرنامج يأتيكم برعاية. أهلا بحضراتكم من جديد. يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات خلال أيام التشريق ثلاثة، والتي بدأت أمس وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا. ويقضي الحجاج في مشعر منى ليلة 11 والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، أو ليلتين لمن أراد التعجل على أن يغادر منى قبل غروب الشمس، ثم يطوف طواف الوداع. يأتي ذلك فيما أنهى حجاج بيت الله الحرام المتعجلون ثاني أيام التشريق أداء مناسك الحج لهذا العام، وذلك بعد إكمالهم رمي الجمرات وأدائهم طواف الوداع وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات الاحترازية المكثفة لضمان سلامتهم. وهنيئا لمن أكرم الله بالحج. فقد أعلنت وزارة الصحة السعودية عن نجاح موسم الحج للعام الحالي، وقال وزير الصحة السعودي توفيق ربيعة إن خطة الحج الصحية لهذا العام نجحت من دون تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا أو غيره من الأمراض الأخرى، وأضاف أن اقتصار الحج على 60,000 شخص أسهم في نجاح الموسم. قالت منظمة الصحة العالمية إن تأثير كورونا على الصحة النفسية والذهنية سيكون طويل الأجل وبعيد المدى. وفي مستهل اجتماع لمنظمة الصحة العالمية يستمر يومين في أثينا مع وزراء الصحة من 10 دول، قال هانس كلوغي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا إن كورونا تسبب في فقدان أكثر من 4 ملايين شخص على مستوى العالم حياتهم، و دمرت سبل العيش وشتتت العائلات والمجتمعات أفلست الشركات. من جانبه أعلن الاتحاد الأفريقي أن القارة السمراء ستبدأ في استلام الدفعة الأولى من لقاح جونسون أند جونسون، والتي تضم نحو 400 مليون جرعة في الأسبوع المقبل. وقال مبعوث الاتحاد الأفريقي بشأن كورونا سترايف ماسيو في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت إن جرعات جونسون أند جونسون سوف تستخدم في تطعيم نحو 800 مليون مستحق للتطعيم في أنحاء القارة. يأتي هذا فيما قالت منظمة الصحة العالمية إن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في قارة أفريقيا قد تباطأت، وذلك بعد 8 أسابيع متتالية من الطفرة سريعة الحركة لزيادة حالات الإصابة. توقعت منظمة الصحة العالمية أن تصبح نسخة دلتا المتحورة من فيروس كورونا السلالة الأكثر هيمنة خلال الأشهر المقبلة. وأحصت المنظمة تسجيل نحو 3,400,000 إصابة جديدة بكورونا خلال أسبوع، بزيادة نسبتها 12% عن الأسبوع السابق. تثير السلالة دلتا من فيروس كورونا المستجد قلقا متزايدا حول العالم، وسط مخاوف من أن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء فيما يتعلق بجهود مكافحة الفيروس وتخفيف القيود الاحترازية. منظمة الصحة العالمية توقعت أن تصبح المتحورة دلتا الشديدة العدوى هي السلالة الأكثر هيمنة خلال الأشهر المقبلة،
وتنتشر المتحورة دلتا التي ظهرت للمرة الأولى في الهند في 124 دولة وإقليما حتى الآن، مع انضمام 13 دولة منذ الأسبوع الماضي إلى القائمة، مقابل 180 دولة تتفشى فيها متحورة ألفا التي ظهرت في بريطانيا، و130 دولة تنتشر فيها متحورة بيتا التي تم رصدها لأول مرة في جنوب أفريقيا، إضافة إلى 78 دولة توجد فيها متحورة جاما التي ظهرت في البرازيل. وتوقعت منظمة الصحة العالمية أن تحل المتحورة دلتا مكان المتحورات الأخرى بسرعة، خاصة بعدما أصبحت سبباً لأكثر من 75% من الإصابات الجديدة في عدد كبير من الدول، بينها الهند والصين وروسيا وإندونيسيا وأستراليا وبنغلاديش وبريطانيا وجنوب إفريقيا. وأحصت المنظمة تسجيل نحو 3,400,000 إصابة جديدة بكورونا خلال الأسبوع الماضي، بزيادة نسبتها 12% عن الأسبوع السابق، وحذرت من أنه بهذا المعدل من المتوقع أن يتجاوز العدد التراكمي للحالات المبلغ عنها منذ بداية الوباء في أنحاء العالم 200 مليون في الأسابيع الثلاثة المقبلة. وبررت الصحة العالمية هذا المسار بأربعة عوامل تتلخص بظهور سلالات أكثر قابلية للانتشار، والتراخي في اتباع تدابير الصحة العامة، وزيادة الاختلاط الاجتماعي، إضافة إلى تباطؤ حملات التطعيم. ورغم تحذيرات المنظمة إلا أن عدد الوفيات الأسبوعية البالغ 57 ألف شخص مستقرا مقارنة مع الأسبوع السابق. في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل نحو 15,200 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في أكبر قفزة في حالات الإصابة اليومية تسجلها المكسيك بالفيروس منذ شهر يناير الماضي. وقالت وزارة الصحة المكسيكية إنها سجلت نحو 400 وفاة جديدة. أعلنت المفوضية الأوروبية أن 200 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي تلقوا التطعيم بالكامل ضد كوفيد-19. وقالت متحدثة باسم المفوضية دانا سبينانت في مؤتمر صحفي إن هذا العدد يمثل أكثر من نصف السكان الراشدين، علما بأن المفوضية كانت قد حددت هدف تلقيح 70% من الراشدين هذا الصيف. هذا وكشفت وثيقة من الاتحاد الأوروبي أن دول الاتحاد لم تتبرع حتى الآن سوى بنسبة بسيطة من فائض لقاحات كوفيد-19 للدول الفقيرة. كان الاتحاد الأوروبي وعد بالمساعدة في تطعيم أشد الفئات فقرا في مختلف أنحاء العالم، غير أن دوله الأعضاء مثل دول غنية أخرى ركزت حتى الآن على شراء الجرعات لتطعيم مواطنيها، مما أسهم في نقص اللقاحات في بقية أنحاء العالم، وتبرعت بما نسبته أقل من 3% من 160 مليون جرعة تنوي التبرع بها للمساعدة في احتواء الجائحة العالمية. حذرت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل من أن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في بلادها تتزايد بسرعة مقلقة. ودعت ميركل المواطنين الألمان إلى الحصول على لقاحاتهم لإعادة الحياة إلى طبيعتها. هذا ولا يزال معدل الإصابة في ألمانيا منخفضا وفقا لمعايير بعض الدول الأوروبية الأخرى، لكنه يرتفع منذ أن وصل إلى 4.9 حالات بشكل أسبوعي لكل 100 شخص في 6 يوليو. أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أنه تم حتى الآن إعطاء أكثر من 67 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا. وبحسب البيانات يقدر متوسط معدل التطعيم في فرنسا بنحو 695,700 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل يتوقع أن تستغرق فرنسا شهرا واحدا لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.
تدرس الحكومة الإيطالية فرض قيود محدودة على الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم بلقاحات ضد فيروس كورونا، ومن المقرر حسب المقترح منع من لم يتلقى اللقاح من تقديمهم في المطاعم الداخلية أو من دخول النوادي الليلية وصالات الألعاب الرياضية والملاعب الرياضية. كما تشمل القيود تقييد الوصول إلى القطارات والرحلات الداخلية، وستكون هناك حاجة إلى ما يسمى بالممر الأخضر والذي يظهر دليلا على التطعيم أو اختبار فيروس كورونا السلبي. قتل ما لا يقل عن 20 مدنيا ونزح عشرات الآلاف خلال اشتباكات بين متمردين وقوات موالية للحكومة في منطقة عفار الإثيوبية المحاذية لإقليم تيغراي، وفق ما قاله مسؤولون. وأوضح محمد حسين وهو مسؤول في الوكالة الوطنية الإثيوبية للاستجابة للكوارث ومقرها في عفار إن القتال العنيف ما يزال مستمرا، حيث تأثر قرابة 70,000 شخص بشكل مباشر ونزحوا من أماكنهم، كما قتل أكثر من 20 مدنيا. أعلنت إدارة الطوارئ في الصين عن ارتفاع عدد القتلى بسبب الفيضانات إلى 33 شخصا، بالإضافة إلى 8 في عدد المفقودين. ويقطن في المنطقة المنكوبة أكثر من 3 ملايين شخص، وبلغت مساحة الأراضي الزراعية المتضررة من هذه الكارثة 215,000 هكتار، فيما قدرت الخسائر الاقتصادية المباشرة بمليار و220 مليون يوان. هذا وقد أجلت السلطات عشرات الآلاف جراء موجة الطقس السيء والتي أتلفت المحاصيل. من جانبه رفع مكتب الأرصاد الجوية في إقليم خنان مستوى التحذير من العاصفة في 4 مدن في الشمال إلى الأحمر، وهو الأعلى في نظام الإنذار من العواصف. أحياء بأكملها باتت مغطاة بالمياه وعشرات الآلاف أصبحوا بلا مأوى بسبب الفيضانات، مشهد متأزم تسعى الحكومة الصينية إلى التعامل معه. السلطات الصينية أجلت عشرات الآلاف من مناطق تعرضت للسيول في وسط البلاد مع ارتفاع منسوب المياه جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على إقليم خنان على مدى أسبوع تقريباً. مكتب الأرصاد الجوية في إقليم خنان رفع مستوى التحذير من العاصفة في 4 مدن في الشمال هي شينشيانغ وأنيانغ وخيبي وجياوتسو إلى الأحمر، وهو الأعلى في نظام الإنذار من العواصف. المياه أغرقت المزيد من المدن وأتلفت المحاصيل مع امتداد موجة الطقس السيء نحو الشمال، بينما قدرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية شنخوا الخسائر الاقتصادية المباشرة بأكثر من 1.2 مليار يوان. شنخوا ذكرت أن أكثر من 470,000 شخص ونحو 135,000 فدان من المحاصيل تضرروا بسبب الأمطار الغزيرة في شينشيانغ، مضيفة أن الحكومة المحلية نشرت أكثر من 76,000 فرد من فرق البحث والإنقاذ. الأمطار أدت إلى تعطل وسائل النقل وغرق عدد من الأشخاص في مترو تشينغ تشو، ما دفع الحكومة إلى توجيه السلطات المحلية إلى تحسين آليات مكافحة الفيضانات والتعامل في حالات الطوارئ في وسائل النقل بالمدينة. وعادة ما تشهد الصين فيضانات منتظمة خلال فصل الصيف، لكن نمو المدن وتحويل الأراضي الزراعية إلى تقسيمات فرعية زاد من تأثير مثل هذه الأحداث. وفي سياق مشابه، يواصل الألمان عمليات التنظيف وإزالة آثار الدمار بعد الفيضانات التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي. كان مجلس الوزراء الألماني قد وافق على حزمة مساعدات فورية بقيمة 400 مليون يورو لمساعدة المتضررين. وتسببت الفيضانات في مقتل ما لا يقل عن 171 شخصا في ألمانيا. ورغم أزمة الفيضانات، أخفق وزراء البيئة والطاقة بدول مجموعة الـ20 في الاتفاق بخصوص مكافحة التغير المناخي بعد امتناع مجموعة من الدول عن تقديم التزامات صارمة. تناول الاجتماع والذي تستضيفه مدينة نابولي الإيطالية التنوع البيولوجي والطبيعة
على أن تبحث المجموعة غدا الطاقة والتغير المناخي. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود من بعده لاستكمال نشرة السادسة. هذا البرنامج يأتيكم برعاية. أهلا بحضراتكم من جديد. اقتصاديا تعطي الدولة المصرية الأولوية لمعالجة الفجوات التنموية على مستوى المحافظات للقضاء على الفقر وعدم المساواة والبطالة بجميع المعدلات. كما تركز مصر على تحسين نوعية الحياة في المجتمعات الريفية من أجل التنمية الريفية المستدامة من خلال دعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وفي هذا الإطار التقى الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالمهندسة نرمين رياض المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة كوبيك أورفنز لبحث سبل التعاون بين مبادرة حياة كريمة والمؤسسة. أوضحت السعيد أن مبادرة حياة كريمة تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، استهدفت 375 قرية وأسهمت في خفض معدلات الفقر في بعض القرى بنسبة 11 نقطة مئوية. كما نتج عنها تحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالي 50 نقطة مئوية في بعض القرى، فضلا عن مساهمتها في التخفيف من حدة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4,500,000 مواطن. تشهد صناعة البتروكيماويات المصرية طفرة نوعية مرتقبة خلال الفترة المقبلة في ضوء عدد من المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها باستثمارات تقدر بنحو 8 مليارات دولار. يأتي هذا في مقدمة هذه المشروعات مجمع البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، الذي تقدر استثماراته بنحو 7.5 مليار دولار. كما تم مؤخرا توقيع عقود مع شركتي بيكتل الأمريكية وأكسنس الفرنسية بمشاركة شركتي إمبي وبتروجيت لتنفيذ الأعمال الهندسية الأساسية والتصميمات وتوفير التكنولوجيا الخاصة برخص المشروع. وانتهت الدولة من تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات حتى عام 2040، مما يسهم إيجابا في تعظيم القيمة المضافة من الثروات الطبيعية. أجرت اللجنة المشكلة من قبل وزارة البيئة والموفد لمعاينة التلوث الزيتي ببورسعيد مسحا شاملا للشواطئ المتضررة من التلوث الزيتي والذي ظهر بشاطئ المناخ بالمحافظة. وأسفر المسح عن خلو المنطقة من الزيت سواء بالبحر أو بالشاطئ. وقد أعلنت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد إزالة كافة أثار التلوث المتبقية، حيث إن عملية المد والجزر وزيادة الأمواج ساهمت في تشتيت التلوث. أبقت وكالة التصنيف الائتماني فيتش على التصنيف الائتماني لكوريا الجنوبية عند ماينس دبل اي مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتوقعت فيتش أن يصل معدل نمو اقتصاد كوريا الجنوبية لهذا العام إلى 4.5%، على أن يتراجع النمو إلى 3% في العام المقبل. تراجعت أسعار النفط بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية ووسط تنامي إصابات كورونا والتي تهدد الطلب. انخفض خام القياس الأوروبي مزيج برنت 11 سنتا إلى 72.12 سنتا للبرميل، وفقد الخام الأمريكي 6 سنتات ليسجل 70.24 دولارا للبرميل.
وفي أسواق المعادن تراجعت أسعار الذهب لتحوم قريبا من أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع تحت ضغط من ارتفاع الدولار وانتعاش الشهية للمخاطرة، وانخفض السعر الفوري للذهب بنحو 2% إلى مستوى 1799 دولارا للأوقية. بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بنحو 0.3% وارتفع البلاديوم بنحو 0.5% وهبط البلاتين بنحو 0.3%. والآن وقفة مع الأخبار الرياضية. نستهل الأنباء الرياضية بأولمبياد طوكيو. تعادل منتخب مصر مع نظيره الإسباني سلبيا ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري في المباراة المقبلة المقررة الأحد المقبل نظيره الأرجنتيني على أن تكون المباراة الأخيرة ضد أستراليا. هذا وقد أشعل المنتخب الأسترالي المجموعة الثالثة في مسابقة أولمبياد طوكيو بعد الفوز الذي حققه على حساب المنتخب الأرجنتيني بهدفين دون رد ضمن الجولة الأولى، وتتصدر أستراليا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، ثم مصر بنقطة واحدة وإسبانيا بنقطة والأرجنتين بدون نقاط. استهل منتخب كوت ديفوار الأولمبي مشواره في منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية والتي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو بالفوز على نظيره السعودي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما في إطار لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة في منافسات كرة القدم للرجال. وفي مباراة أخرى حقق منتخب المكسيك الأولمبي انتصارا كبيرا على نظيره الفرنسي ب4 أهداف لهدف في إطار لقاءات الجولة الأولى. وفي مباراة ثالثة أقيمت في نفس التوقيت ولصالح نفس الجولة وهي الجولة الأولى بالمجموعة الثانية، حقق منتخب نيوزيلندا الفوز على منتخب كوريا الجنوبية بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما على استاد كاشيما ساكر. في ختام هذه النشرة الإخبارية نذكركم بأهم ما تابعتموه. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس شركات لارسن الألمانية العالمية للصناعات البحرية. الرئيس السيسي يبحث الاستفادة من خبرات مجموعة شركات دانيل البلجيكية في مجالات الأعمال البحرية المتعددة. منظمة الصحة العالمية تحذر من تأثيرات كورونا على الصحة النفسية والعقلية على المدى الطويل. وفي الختام، لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. أشكر حضراتكم طيب المتابعة والشكر موصول للزميل أحمد بشتو.